الفريق الاول لكره الماء بالنادي الاهلي الحقيقه حقق فوز كبير جدا على الزمالك بنتيجه 7-1 في المباراه اللي اقيمت امبارح ضمن منافسات بطوله كاس مصر. اقيمت المباراه في حمام سباحه نادي هليوبلس، ويقدم النادي الاهلي عرض قوي جدا الحقيقه طوال فتره المباراه اللي شهدت سيطره شبه كامله من لاعبي الفريق على المستويين الحقيقه الفني والخططي ليتمكن من الفوز بنتيجه كبيره على الزمالك. وطبعا من المقرر ان شاء الله ان يلتقي الاهلي مع نظيره الجزيره يوم الجمعه المقبل ان شاء الله على حمام سباحه نادي هليوبلس كمان ضمن منافسات كاس مصر. طبعا بنتوجه بكل التقدير والتحيه لجهاز العاب الماء بالنادي الاهلي اللي بيتراس طبعا هذا الجهاز، هو طبعا جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، كابتن وائل عزت واستاذ محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، استاذ محمود حسن مدير جهاز كره الماء، واستاذ مدحت فرج نائب المدير او نائب مدير الجهاز، وتمنياتنا ليهم بكل التوفيق ان شاء الله.